السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشورنج سيستم أو نظام المساند. حضرتك وانت معدي على كرة العين السخنة بتلاقي قدامك الجبل على شكل مصاد. ايه قصة المصاطب دي؟ هي نفس قصة أنظمة المساند. يا جماعة كلنا عارفين ان الجبل عبارة عن ميول حادة. الميول الحادة دي عشان اروح اشكل فيها منشأ هيبقى صعب جدا، لان طبيعة المنشأ دايما بتبقى الارض بتاعته مستوية او افقية. عشان كده كان لازم نحترم طبيعة الجبل. هنحترم طبيعة الجبل ازاي؟ ان احنا نعمل ميل الجبل الحادة ده الى مجموعة من المصاطب، يعني مستويات افقية بينها مسافات او بينها ارتفاعات. وبكده يا جماعة انا شكلت الجبل بتاعي على شكل مصاطب، على شكل مستويات افقية مختلفة المنسوب على مناسيب مختلفة، فبأنا قدرت احترم طبيعة الجبل وفي نفس الوقت قدرت استفاد من هذا الجبل. طيب ايه قصة انظمة المساندة مع الجبال او مع الكلام اللي احنا بنقوله ده يا جماعة؟ انا لما بروح اقسم الجبل بتاعي لمستويات افقية زي المستوى الافقي اللي قدام ده يا جماعة، بيبقى فيه مستوى افقي فوق هذا المستوى. ايه اللي ساند المستوى الاعلى مع المستوى الادنى؟ ايه اللي ساند اللي فوق مع اللي تحت؟ هنا يا جماعة بتيجي دور أنظمة المساندة. إزاي أسند هذا الجبل بحيث أنه ما ينهارش على المصطبة اللي تحته أو على المبنى اللي تحته، أو ما ينهارش من أمام المصطبة اللي تحته أو من أمام المبنى اللي تحته. أنظمة المساندة يا جماعة دورها هنا هي اللي بتسند الجبل. من أشهر أنظمة المساندة هي الحوائط الدبش. الحوائط الدبش يا جماعة مهمة جدا، بتشتغل معايا كنظام ساند كويس قوي ما بين المصاطب او ما بين الارتفاعات وبعضها. هي ايه مشكلتي؟ مشكلتي ان انا عملت الجبل ده لمنسوبين، المنسوب اللي احنا عليه ده يا جماعة والمنسوب الاعلى منه. هنفترض ان الفرق بين المنسوب ده والمنسوب ده مثلا 3 ادوار، يعني مثلا متوسط 9 متر او 10 متر. مين هيسند المصطبة العالية اللي قدامنا دي مع المصطبة الافقية اللي احنا عليها؟ اللي هيسند القصة دي يا جماعة هو اول نظام معانا، الجرافيتي وول او حوائط ثقلية او حوائط تحت تأثير الوزن او حوائط الدبش او حوائط الحجر. الحوائط دي يا جماعة هي اللي بتسند لي المستوى الاعلى عن ان هو يهيل او يقع على المستوى الادنى. الحاجة التانية يا جماعة ان كمان الحوائط دي بتمكنني من استغلال المساحات. ازاي الكلام ده يا جماعة؟ انا اقدر فوق الحيطة دي مباشرة اقدر ابدأ واعمل مبنى مباشرة. اذا انا لو كنت ما عملتش الحيطة دي وكنت عاوز اشكل ميول طبيعية تحترم المنسوب الاعلى والمنسوب الادنى منه، كنت هستهلك مساحة كبيرة جدا. جات الحيطة دي يا جماعة اختصرت هذه المسافات اللي ممكن كنا نستهلكها عشان نثبت المصطبة العليا مع المصطبة الاقل منها. حوائط الدبش يا جماعة باختصار لو انت شايفها قدامك ان هي كبيرة نسبيا، عرض الحيطة السفلي او اول عرض في الحيطة بيبقى تقريبا نص الارتفاع، بعد كده الحيطة دي بتتدرج لحد ما تنتهي على 50 سنتي فوق او على متر فوق طبقا للديزاين اللي معمول. لابد ان الدبش بتاعي يبقى مقاومته للضغط عالية جدا، لابد ان هو مقاومته لامتصاص المياه تبقى كبيرة جدا، فنسبة الامتصاص لا تزيد عن 5%. الكود المصري قال لنا 3.5%، احنا ممكن نعتمد لحد 5%، لان كل ما زاد امتصاص الدبش كل ما كان كثافة الدبش ده اقل، كل ما كان الدبش ده اكثر عرضة للتفكك وصلاته كانت اقل. اذا نسبة الامتصاص ما زادتش عن 5%، مقاومة الضغط للدبش تكون عالية تتحمل الضغوط والاوزان بتاعتنا. نلتزم بقواعد البناء اللي احنا قايلينها في فيديو تاني يا جماعة، هتلاقوا فيه فيديو على قناة اسمه اشتراطات مباني الحوائط الحجر او الدبش. من انظمة المساندة الاخرى يا جماعة اني بدل ما اعمل حيطة دبش اعمل حوائط كستون. كيستون يا جماعة عبارة عن بلوكات أسمنتية. البلوكات الأسمنتية دي ممثلة كأن هي الفيز بتاع الحيطة. طيب ما البلوكات الأسمنتية دي لو أي ضغوط من الجبل جاء عليها تبدأ البلوكات الأسمنتية تقع بسهولة جدا. إحنا يا جماعة مدعمين هذه البلوكات إن إحنا مسكنها بجيوجريد. والجيوجريد يا جماعة للناس اللي ما تعرفوش عبارة عن شبك من البلاستيك او من البوليسيلين. هذا الشبك مهمته تسليح التربة خلف الكستون، وكمان بيمنع الكستون من الحركة الافقية. وفي فيديو على القناة يا جماعة في تفصيلة للكستون وازاي بيشتغل. النظام الثالث من انظمة التدعيم يا جماعة ان انا بدل ما اعمل حيطة قدام هذا الجبل بحيث ان انا امنعه ان هو يهيل، لا انا بعلي كفاءة الجبل. بعلي كفاءة الجبل ازاي يا جماعة؟ ان انا بحقن هذا الجبل عن طريق بعض المسامير او بعض المايكروبايل.
السوق النيلز ببساطه يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره ان انا بعلي كفاءه هذا الجبل عن طريق ان انا ببدا ادبسه ببعض المسامير او بعض المايكروبايلز اللي هي عباره عن اسياخ عاده من اقطار كبيره بحيث ان ما تاثرش بالصدى اللي ممكن يطولها. هذه الاسياخ مغلفه بالخرسانه كويس قوي، بتبدا ان انا كل 2 متر احط سيخ او احط نيلز او احط مسمار وابدا احقن حواليه كتله اسمنتيه بمعدل بضغط عالي جدا بحيث ان انا اضمن ان اي فراغات يتم تسديدها في هذا الجبل. اذا عن طريق السوي نيلز ده ببدا ان انا احقن هذا الجبل، بعلي كفاءه هذا الجبل فبالتالي ما ينهارش. كمان بعد ما اخلص السوي نيلز يا جماعه باجي قدام هذا الجبل واعمل بلاطه خرسانيه سانده على هذه النيلز او على هذه الخوازيق، يبقى انا كمان المناطق اللي بين النيلز قدرت ادعمها عن طريق ان لو حصل اي تهيل فيها تبدا البلاطه الخرسانيه دي تصده. ودي يا جماعه هنفرغ لها حلقه كامله على القناه بتاعتي. من كمان الانظمه السانده يا جماعه كانت ليفر وول، ان انا بدل ما اعمل الحيطه دي من الدبش ببساطه خالص بعمل الحيطه دي من الخرسانه. تمام، بدل ما اعمل حيطه من الدبش عرضها 5 متر وحطتها ممكن تبقى كبيره نسبيا، لا بعمل الحيطه دي من الخرسانه بحيث ان انا اسند الجزء الاعلى او المستوى الاعلى مع المستوى الادنى. كان دي يا جماعه هي انظمه الشورنج سيستم او انظمه المسانده اللي ممكن نستخدمها لسند الجبال او لعمل مصاطب في الجبال. في النهايه اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكرا.